حبيت أصبح عليك وجايب لك فطور معي، فول وطعمية بالزيت الحار. كتر خيرك، كان شي داعي أبدا. شفت أني أعزك وأقدرك وما أبي لك إلا الخير، مع أني زعلان منك كذا تشتكيني لولي نعمتك الجديد؟ يا عم أنا ما اشتكيتش لحد، الأستاذ يوسف سألني وأنا جاوبته. أعمل إيه بس عشان تقتنع أن أنا ماليش دعوة؟ وست جورية الله يرحمها هي اللي خدت كل حاجة، كل الأسرار وكل الحاجات. أنا أصلاً لو ليه ضلع في الموضوع ما كنتش لقيتني هنا، كنت مشيت وسبت البيت. ما اقتنعت، لكن راح أعديها. لا تحسبني خفت من كلام يوسف، حتى لو اشتكيتني للأمم المتحدة ما راح أخليك في حالك. عيوني عليك 10/10. صراحة أنا فكرت وفعلاً ما لقيت عليك أي دليل، لكن راح أنتظرك تغلط، ووقتها راح أصفي الحساب اللي بيننا وعلى طريقتي.